بسم الله الرحمن الرحيم. باسم ساحة اعتصام النجف نود أن نبين ونطمئن أهلنا في النجف الأشرف الكرام، إننا ملتزمون بالإجراءات الصحية والاحترازية اتجاه فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل ساحة الاعتصام، ونحذر الجهات المسؤولة وخلية الأزمة في المحافظة التعرض إلى ساحة الاعتصام وفرض حظر التجوال على المعتصمين، كوننا ولا زلنا محتجين ومطالبين بحقوقنا المشروعة ومستمرين لحين تحقيقها. والله ولي التوفيق معتصمو النجف الأشرف.